على بعد أيام من عيد الأضحى المبارك، تواصل أطقم المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة عملها الميداني من خلال توفير ومتابعة الأسواق المؤقتة لبيع المشية، فضلا عن التقييم الدقيق لتوقعات العرض والطلب من الأضاحي بالتنسيق مع المهنيين وتسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة للعيد. عيد الأضحى المبارك هو موعد سنوي كتقوم فيه وزارة الفلاحة بعدة إجراءات من أجل إنجاح هذه المناسبة وباش تدوز في أحسن الظروف إن شاء الله. من بين الاستعدادات اللي كتقوم بها وزارة الفلاحة تكثيف المراقبة الصحية للقطيع الموجه للأسواق، وكذلك تنزيل ومواصلة برنامج دعم مربي الماشية من خلال عملية توزيع الشعير المدعم لتخفيف من أثار نقص التساقطات. مدينة طنجة كتقوم لجنة مكونة من أطر مكتب السلامة الصحية لونسا، المديرية الإقليمية للفلاحة بحضور ممثلي الجماعات الجماعة الحضرية ديال طنجة والسلطات المحلية بالتتبع اليومي للسوق ديال الحرارين سيدي إدريس اللي فتح الأبواب ديالو أمام العموم واللي كيعرف استقبال عدد مهم من رؤوس الماشية ومن كل السلالات. عمل مشترك لفرق المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة وأطقم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنصا في الشق المتعلق بالجانب الصحي عبر اتخاذ عدة إجراءات تهم التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة ومراقبة مياه توريد المشية. كما عينتم تقوم المصلحة البيطرية لطنجة أصيلة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة دورية للسوق القطيع وحالة القطيع هي جيدة، كما تقوم بمراقبة الأعلاف المقدمة للقطيع وكذلك المياه الشرب، كما نقوم بمراقبة المواد الغير مسموح استعمالها. كاين السردي، كاين التمحديت، كاين البرقي، هذا القطيع كاين اللي جا من مناطق واحده اخرى من المغرب كالشرق الاطلس مثلا مدينه مخنفره، وبالاضافه الى الانتاج ديال المربي المشي المحليين ديال اقليم مدينه طنجه. بالنسبه للوفره الحمد لله كاين الانتاج، كاين الوفره كاين متوفره. لقات تقريبا لحد الان لحد اليوم تقريبا السوق دخلت لواحد تقريبا حوالي واحد 15000 راس اللي كاينه. بالنسبه للقطيع الحمد لله متوفر وفي واحد الصحه اللي هي جيده، والاقبال الحمد لله كاين وكيتزايد يوم على يوم. جدير بالذكر ان اسعار الاضاحي عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال هذه السنه، وانه تم تسجيل ارتفاع العرض امام الطلب ووفره الماشيه بصحه جيده.